شو القصة؟ شو صاير معك؟ فهميني، حطيني بالصورة. أعصابي متوترة، أعصابي متوترة يا كامل، ما بعرف شو بني، ما بعرف شو بني. دخيلك دخيلك يا كامل، مدري شو صاير لي، جعلني جعلني. أنا مشكورة مشكورة. شو عم يصير معي؟ شو عم يصير معي؟ ما بعرف. سعاد سعاد، ما عم بقدر أتصورها قدامي، ما عم بقدر أتصورها. لما بشم ريحتها مدري شو بستخدم، بتقلب بنفسي بتقلب بنفسي. يعني إلها علاقة بوحامة فيا؟ ما بقدر اشوفها نو ما بقدر اشوفها، ما بقدر اشوفها. دخلكم بكره ما بدي اشوفها. خيلك خلصنا بقى، خلصنا. اعتقيها لوجه الله، اعتبريها ما انا عايشه معنا بالبيت بنوب. ايه والله شلون بدي انساها اذا كانت معي بالبيت؟ شلون؟ طيب انا هلا بوصيها ما تورجيكي خلقتها بنوب بنوب، منيح هيك؟ لا 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 منيح. ليه؟ انه انا مو بس عم بتوتر من شوفة سعاد، انا عم بتوتر اذا بحس انها ماشيه بارض ديار، عم بتوتر من ريحتها. مدري شو بيصير لي، مدري شو بيصير لي، بتوتر هيك برجف برجف بعمل. لك شو القصه؟ شو القصه اللي فيها؟ طولي بالك، انا اول مره بسمع بهيك قصه. لك شو قصه هالوحام تبعك؟ شو قصدك؟ عم بكذب عليك؟ انا عم بكذب عليك؟ ما عم تكذبي عليكي ولا شيء، هدي حالك هدي حالك شوي. أنا لو الموضوع بيخصني إلي لحالي صدقني ما كنت اهتميت، بس الموضوع بيخص ابنك الجنين، أنا خايفة عليه من كتر توتر الأعصاب. يجي مشوه يا حبيبتي يا عيني يا ضيي، أنت إجباري الجنين بده يجي مشوه لأنه ابني. قصدك أنا مجنونة؟ بحكم على الإنسان. خلص روحي لك، روحي حبيبتي. هاي مراية شوفها هلأ مباشرة لسعاد. يا اخي خلص سعاد، حلي يا برمي بقى. ما بدي، هذا البيت صار بيتي، مالي رايحه. هي اذا مزعوجه تروح لبيت اهلها. لك يا حبيبتي يا روحي، شو بيصير لك يعني؟ بينخدش شعورك؟ بتنجرح كرامتك اذا رحتي قعدتي لك اسبوع زمان عند اهلي؟ حلي لنا اياها بقى القصه. حاجه انت نازله فيها جكا يعني؟ ما بدك يعني افرح بشغله الحمل؟ بدك تطققيني؟ ما بدي، مالي رايحه. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. يعني مشينا يا هالمره. لك يا كامل، هي مرتك عم تتحجج بالحمل. لك قديش سمعت عن حوامل بتوحموا، بس ما سمعت انه وحده بتتضايق من وجود شخص بالبيت. معليش يا حبيبتي، الله يرضى عليكي، برد بقلك للمره المليون. يعني بدنا نسايرها، بدنا نتحملها شوي. مالي متزحزحه من هون، يعني مالي متزحزحه. بتصرف مع اخواتي السبعه. لي يا انا مع الاقزام السبعه مالي حسنان، حتى اسال اخواتك السبعه. خلص خليكي هون بالبيت مثل ما بدك، بس يعني انت حبيبتي لا تجاكريها. ايه حاولي قدر الامكان تسايريها، الله يرضى عليكي. حبابه انت. لك يا حبيبي لا تجاكرني ولا بجاكرها، هي بغرفتها وانا بغرفتي. يا سلام، تمام هيك. واذا ضليتي هيك بكره بدي اجيب لك مرحه. لا ما بدي، انا اقل من سناء ما بقبل.